نجيب وقدموا. وقت اللي نسمع في سونيا وسيفوزي يولد تقول عليه الشعب الغربي ديمقراطي وحكامته جايين على دبابة غيرين على الحكم وهم مش ديمقراطي آراء مختلفين اللي هم هالمسيرات اللي حكيوا عليهم في الغرب أصول عربية وشوية يسار وشوية يسار أصول عربية وشوية يسار هذيك الدم العدد الكبير هذا غلط السمسومة الكبيرة سونداج دوبينيو صار سونداج دوبينيو وبعد كي يمشيو ينتخبوا ينتخبوا في شكون ينتخبوا في ماكرون ينتخبوا في بايدن حسين لاحظت ما عادش قال حتى شو خلينا نقول نعبر على فكرة نجيب نعبر على فكرة قبل نستعمل معاهم القنابل المسيلة للدموع نستعمل هذه كلها شوية صار وشوية صار وأصول عربية معناتها في الجامعة في فرنسا بنت أخت غازي معلة قلت حماس طردها من الجامعة وحد تكلم عليها وحد تكلم عليها في أمريكا كيف كيف معناتها الوهم هذايا ري شعوب الديمقراطية بمصالحها شعوب الغرب لأن ما نجمش يكون لأنه أفير فرنسا فرنسا دولة استعمارية فكرت افريقيا ما ينجمش تكون فرنسا والشعب الفرنساوي تو باش يولي باهي ويحب الديمقراطيه في تونس نرجعوا في علاقه بتونس لانه اليوم الديمقراطيه الحقيقيه هي في مسار 25 جويلية ما يلزمش يرثها هما اللي يحبوا لا مش هذوكم ديمقراطيين 25 جويلية هما الديمقراطيين الورثه بتاع العمل التونسي والنضالات الطلابيه هي 25 جويلية مستحيل لا سي معناتها ما يحبوش زاد يسرقوا باسم الديمقراطيه حمل همامي مستحيل عليها الديمقراطيه